السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا باشمهندسين؟ عاملين ايه؟ هنستكمل الجزء بتاع ترانسفورمر، وهناخد النهاردة حتة جديدة او سيستم جديد اسمه حاجة اسمها البريونت. عايزين قبل ما نبدأ ان احنا نطبق البريونت دوت على او الاكوفالنت سيركت بتاعت الترانسفورمر، نعرف ايه هو اصلا البريونت، وانا ليه بستخدمه، وايه هي الدوافع اللي خلتني استخدم البريونت بدل الاكوفالنت سيركت العاديه بتاعت الترانسفورمر. تمام كده. اول حاجه، البريونت سيستم دوت هو سيستم هبدا ان انا اعمله، يعني هنسب كل حاجه او هاخد كل حاجه في الميه. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انت عندك درجات المواد، درجة مادة مثلا، مادة زي البي اي مثلا عندك درجتها من 100، ماشي، ودرجة مثلا السيركت او الماشين درجتها من 150. لو انا قلت لك انت جايب يا باشمهندس 70% في البي اي، وجايب 70% 70% في السيركت، هل معنى كده ان انت جايب نفس الدرجة في البيئية هي نفس الدرجة في السيركت؟ لا. ليه؟ لان درجة البيئية اصلا البيز بتاعتها او الدرجة بتاعتها كانت من 100، لكن الدرجة بتاعت السيركت ما كانتش من 100، كانت من 150، بس انا جبت الدرجة بتاعتي نسبة من الدرجة الكلية بتاعت المادة نفسها. بريون السيستم هو نفس الكونسبت بالظبط. انا بجيب مثلا لو انا عندي ريزيستنس، بشوف الريزيستنس الكبيرة او او التيار، مثلا لو انا عندي تيار او فولت او باور اي حاجة، يعني لو انا عندي باور مثلا، انا عندي الباور الكليه للترانسفورمر دوت مثلا 100 كيلو فولت امبير، بس هل في كل المراحل الترانسفورمر دوت بيسحب ال 100 كيلو فولت امبير دول؟ لا، اكيد اللود اللي ممكن اللي انا حطاه دوت يسحب لي نص الباور، يسحب لي ربع الباور، على حسب انا محمله الترانسفورمر دوت على اساس ايه. فهبدا ان انا اجيب الباور اللي انا سحباها او اللي اللود ساحبها ديت نسبه من الباور الريتد بتاعه الترانسفورمر العادي. طيب خلينا نعرف ازاي الاول نحول لبريونت سيستم، ايه هي الخطوات اللي انا استخدمها علشان احول السيستم اللي عندي او السيركت اللي عندي لبريونت. اولا بيقول لك ان البريونت، لو انا عايز اجيب اي بريونت فاليو، يعني عايز اجيب القيمه بالبريونت زي ما انا بجيب القيمه في الميه كده، اقسم الاكتشوال كوانتيتي، الاكتشوال فاليو اللي معايا، الدرجه اللي انا جبتها الحقيقيه، على البيز فاليو. البيز فاليو ديت اللي هي درجه التوتال او التوتال اللي بيبقى موجود عندي للماده، مثلا انا لسه بستخدم يعني المثال بتاع المواد. تمام كده. يبقى هقسم الاكتوال كوانتيتي على البيز فاليو. طيب انا هختار البيز فاليو ازاي؟ يعني انا بقول لك ان درجه الماده دي من 150، درجه الماده دي من 100، درجه الماده دي من 200. مين اللي حددها؟ مثلا الدكتور بتاع الماده هو اللي حدد لك ان البيز بتاعتك او الدرجه بتاعتك هتبقى من 150، هتبقى من 100، هتبقى من 200. طب في الترانسفورمر او في البريونت سيستم بقى هستخدم البيز فاليو ديت هي انهي قيم؟ قال لك خلاص انا هختار قيمتين، ايه، وهحسب قيمتين تانيين لو في السيركت او في الاكويفالنت سيركت. انا ببقى عندي كم نوع من انواع المتغيرات؟ انا ببقى عندي باور، ببقى عندي فولت، ببقى عندي تيار، وبيبقى عندي امبيدنس. تمام كده. يبقى عايز احسب البيز فاليو للباور، والبيز فاليو للفولت، والبيز فاليو للتيار، والبيز فاليو للامبيدنس. تمام كده. طيب اول حاجه هبدا ان انا احسب او اختار البيز فاليو للباور، اختارها ان هي قد ايه؟ هل اختارها رقم من دماغي؟ لا، قال لك شوف السيستم اللي عندك ده او الترانسفورمر دوت الريتد بتاعه قد ايه، وخد الريتد دوت هو البيز باور بتاعتك. يعني لو انا عايز اجيب الاس بيز، اشوف الريتد بتاعه الباور سيستم او السيستم اللي عندي هي قد ايه الريتنج بتاعها، واختارها دي ان هي تبقى الريتد فاليو. تمام كده. او البيز فاليو. تمام. اخترت قيمه للباور، لازم اختار برضو قيمه للفولت. طب هختار قيمه الفولت بناء على ايه؟ بناء على الريتد برضو. تمام كده. يبقى اختار البيز فولتج بناء على الريتد لكل زون من زونز بتاعه الترانسفورمر. تمام كده. وهنعرف يعني ايه زونز او ازاي اقسم السيستم بتاعي لزونز. تمام. اخترت قيمه الباور الاس، واخترت قيمه الفولتج للبيز فاليو. طبعا هبدا ان انا اختار قيمه للتيار، بس هل اختارها يعني اختار قيمه زي الريتد او كده، ولا اجيب احسبها؟ قالك لا، مش انت معاك الاس او معاك الباور، مش الاس دي عباره عن ايه؟ مش عباره عن فولت في تيار. تمام كده. طب ما انت جبت الفولت او انت اخترت الفولت البي بيز، يبقى ناقص لك التيار. خلاص احسب التيار من الاس والايه والفي. تمام. يبقى الاي بيز هتبقى بتساوي الاس اللي هي الباور
على الفولت اللي هو الفي بيز، تمام كده. طب لو عايز اشوف البيز فاليو للامبيدنس، طب هو انت مش معاك الفولت وحسبت التيار، طب مش الفولت ده بيساوي تيار في امبيدنس، يبقى تقدر تحسب الامبيدنس هي الفولتج على الكرنت بيز اللي موجود عندك في السيستم، تمام كده. يبقى كده اخترنا كل البيز فاليوز لكل سيستم او لكل زون موجوده عندي في السيستم، الباور سيستم بتاعتي. طيب لو عايزه بقى احول للبير يونت فاليو، اتفقنا ان احنا نحول للبير يونت فاليو، ان انا اقسم الاكتوال فاليو على البيز فاليو، تمام كده. طيب بعد كده بعد ما حسبت كل البارامترز بتاعتي بالبير يونت فاليو، ابدا ان انا ارسم الايكوفالنت سيركت بتاعتي الجديده، وابدا ان انا احلها بالبير يونت. لو عايز اجيب تيار، لو عايز اجيب باور لوسز، لو عايز اجيب فولتج دروب، لو عايز اجيب اي حاجه، بس هل بقى القيم اللي انا جبتها ديت، الباور اللي انا جبتها، باور لوسز اللي انا جبتها دي، هتبقى قيمتها بالبير يونت، تمام كده. طب هل هو ان انا عايزاها بالبير يونت؟ لا، انا عايزاها بالاكتوال كوانتيتي بتاعتها. يبقى ارجع تاني احول الكوانتيتيز اللي انا جبتها ديت بالبير يونت، احولها تاني للاكتوال كوانتيتي، ان انا اضرب كل بير يونت فاليو في البيز بتاعه المنطقه اللي هو موجود فيها، تمام كده. يبقى كده دي الخطوات، ان انا احول من بير يونت فاليو، وان انا احسب او احل السيستم بتاعي بالبير يونت، وبعد كده احوله للاكتوال كوانتيتيز بتاعتي. طيب هو انا ليه اصلا استخدمت البير يونت؟ مش احنا اتفقنا ان في الترانسفورمر دوت بيحول لي المنطقه بتاعتي او الباور سيستم بتاعتي لاتنين زون، الزون بتاعت البرايمري والزون بتاعت السكندري، صح كده. يبقى هبدا ان هل ينفع احل بقى السيركت وانا عندي تو زونز برايمري وسكندري، دي ليها فولتج ودي ليها فولتج؟ لا ما ينفعش، يبقى لازم اعمل ريفيرد يا اما من السكندري للبرايمري او من البرايمري للسكندري، تمام كده. فطبعا حوار الريفيرد دوت بيبقى يعني صعب، لو الباور سيستم بتاعتك كبيره قوي بيبقى صعب شويه. فعلشان كده انا هعمل احل بالبير يونت سيستم، وبما ان انا هحل بالبير يونت سيستم يبقى ما عنديش فرق في الفولتج او ما عنديش يعني فرق في الزونز، هبدا ان انا احل سيركت واحده مش معمول لها ريفيرنج لحاجه، تمام كده. وتاني يعني يعني ده اول سبب ان انا استخدمت البير يونت. تاني سبب ان انا هتعامل دلوقتي مع فراكشنال يعني نمبرز، يعني البير يونت فاليو مثلا ديت هتبقى بتتراوح تقريبا ما بين الزيرو وواحد، واحد واحد من عشرة، واحد اتنين من عشرة، على حسب البير يونت فاليو. بس مش هتعامل مع قيمة فولت مثلا 1000 فولت، 1200 فولت، 220 فولت، لا هتعامل ببير يونت فاليو، يعني هتعامل مع ارقام صغيرة اصغر من الارقام اللي كانت في السيستم قبل كده. فده طبعا هتبدأ ان هي تسهل لي الحسابات، وطبعا البير يونت فاليوز ديت هتبقى سهله شويه على الكمبيوتر. لو انا عايزه اعمل كمبيوتر سيميوليشن يعني، هتبقى الحل بالبير يونت هيبقى حل سهل، تمام كده. يبقى احنا اتفقنا ان الترانسفورمر اللي موجود دوت ليه الزون بتاعه البرايمري والزون بتاعه السكندري، تمام كده. يعني الترانسفورمر دوت حول لك الباور سيستم اللي عندك لاتنين زون، زون واحد بتاعه البرايمري وزون اتنين بتاعه السكندري، تمام كده. طيب كل زون من دول بقى لازم ابدا ان انا اول خطوه اختار لها البيز فاليو، اختار الاس بيز، اختار الفي بيز، احسب التيار الاي بيز، واحسب الامبيدنس اللي هي الزد بيز، وابدا ان انا احول السيستم بتاعي لبير يونت فاليو، تمام كده صح. طيب لو عايزه لزون رقم واحد، احنا اتفقنا ان الترانسفورمر دوت الريتد بتاعه مثلا، لو انا قلت لك ان الترانسفورمر دوت الريتد بتاعه 10 كيلو فولت امبير، هل 10 كيلو فولت امبير دي بتتحول بالترنز ريشيو من البرايمري للسكندري او من السكندري للبرايمري؟ لا، ليه؟ لان انت قلت لي ان الاس ديت عباره عن فولت في تيار، تمام. والترانسفورمر دوت لو مثلا هو ستيب اب ترانسفورمر، يعني بيرفع فولت ويقلل تيار، تمام كده. يعني الاس بتاعه الترانسفورمر دوت او بتاعه زون واحد وزون اثنين هي نفس الاس، هي الاس ثابته، الريتد باور اللي هي 10 كيلو فولت امبير دي ثابته، لان انا الترانسفورمر دوت بيرفع فولت يقلل تيار، فالنسبه هتفضل ثابته، يعني الاس هتفضل ثابته. فانا لو عايزه اختار اس بيز لزون رقم واحد او اس بيز لزون رقم اتنين، هلاقيهم الاثنين بيساووا بعض، بيساووا الاس ريتد بتاعه الترانسفورمر اللي انا قلت لك ان هي 10 كيلو فولت امبير مثلا، تمام كده.
طيب اخترت الاس بيز لزون رقم 1 وزون رقم 2، ابدا ان انا اختار الفولتج بتاع زون رقم 1 وبتاع زون رقم 2. هل الفولت بتاع البرايمري زون هيبقى هو نفس الفولت بتاع السكندري زون؟ لا اكيد، لان الترانسفورمر دوت لو هو ستيب اب ترانسفورمر او ستيب داون ترانسفورمر يبقى الفولتات فيه بينهم اختلاف، يبقى زون رقم 1 ديت ليها بيز فولتج غير الزون رقم 2 ليها بيز فولتج تاني. تمام كده. فانا لو قايله لك مثلا ان الترانسفورمر دوت بيحول لك من 120 ل 400 فولت، يبقى الفولت بتاع البرايمري ريتنج هو 120 فولت، والفولت بتاع السكندري ريتد انا قلت لك 400 فولت تقريبا. يبقى اختار الفي بيز 1 120 فولت والفي بيز 2 تبقى 400 فولت. تمام. اخترت الاس واخترت الفي، ابدا ان انا احسب التيار. احسب التيار ازاي؟ التيار الاي بيز 1 هيبقى عباره عن اس بيز 1 اللي هي الاس ريتد بتاعه الترانسفورمر على الفي بيز 1 اللي هو الفولتج بتاع البرايمري وايندنج الريتد. تمام كده. بعد كده ابدا ان انا احسب الامبيدنس الزد بيز 1 عباره عن الفي بيز 1 على الاي بيز 1. تمام كده. وبعدين اجي للزون رقم 2 عايزه احسب الاي بيز 2، هتبقى عباره عن اس بيز 2 على الفي بيز 2، والزد بيز 2 هتبقى عباره عن الفي بيز 2 على الاي بيز 2. تمام. اخترت كده للزون رقم 1 كل الفاليوز بتاعه البيز، واخترت للزون رقم 2 كل الفاليوز برده بتاعه البيز. تمام كده. وبعد كده هبدا ان انا احسب البري يونت فاليو، اقسم الزد بتاعه الترانسفورمر او الزد بتاعه الباور سيستم على الزد بيز. لو انا عندي الزد 1 ديت موجوده في زون رقم 1 يبقى لازم اقسمها على زد بيز 1. تمام كده. علشان اجيب الامبيدنس امبير يونت. تمام كده. طيب لو انا عندي الاس الباور يعني بتساوي البي زائد جي كيو، لو انا عايزه احولها البير يونت اقسمها على اس بيز، مش هتفرق بقى تقسمها على اس بيز 1 ولا اس بيز 2، اتفقنا ان الاس بيز 1 بتساوي الاس بيز 2 بتساوي الاس ريتد. تمام كده. عشان اجيب الاكتف والرياكتف باور امبير يونت برده. بس خلي بالك وانت بتحسب البير يونت كوانتيتيز ما ينفعش ان انت تقول لي مثلا لو انا عايزه اجيب التيار بير يونت مثلا تقول لي اقسمي لي اي 1 دوت على زد بيز 1، لا ما ينفعش. لازم لو هتجيب بريونت فاليو لأي متغير يبقى لازم تقسمه على نفس يعني المتغير نفسه. تمام. يعني هنا لو عايز تجيب باور يبقى لازم تقسم باور على باور عشان تجيب الباور بريونت. تمام. لو عايز تجيب امبيدنس يبقى لازم تقسم الامبيدنس على الزد الامبيدنس برضو بتاعه البيز بتاعه المنطقه اللي انت موجود فيها. يعني اقسم فولت على فولت، تيار على تيار، باور على باور، امبيدنس على امبيدنس. ما ينفعش تقسم كميتين مختلفتين في اليونتس على بعض. تمام كده. بعد كده هناخد اكزامبل كده بسيط نوضح فيه بس ترانسفورمر يعني الباور سيستم ده بيبقى شكله عباره عن ازاي، احول لبير يونت ازاي، البير يونت ديت بتديني المميزات بتاعتها. تمام. طيب انا عندي هنا الباور سيستم دي عباره عن ايه؟ اول حاجه عباره عن سورس او سبلاي او جنريتور مثلا 480 من دي كنت 480 فولت على زاويه 0. تمام كده. بعد كده عمل له ستيب اب ترانسفورمر علشان يبدا ان هو يزود الفولت علشان يعرف يقلل التيار فيعرف ينقل الباور ديت على الترانسميشن لاين من غير ما يحصل عليها فولتج دروب كبير. تمام كده. او من غير ما يحصل باور لوسز كتيره على الترانسميشن لاين. وبعد كده هيجي عند اللود هيبدا ان هو ايه ينزل الجهد اللي هو علاه تاني دوت علشان يبدا يوزع على الاحمال بتاعته. تمام كده. يبقى عندي 480 فولت على زاويه 0، في ستيب اب ترانسفورمر التيرنز ريشيو بتاعته 1:10. بعد كده عندي ترانسميشن لاين الامبيدنس بتاعتها عباره عن ريزيستنس 20 اوم ورياكتنس جي 60 اوم برضو. وبعد كده عمل ستيب داون ترانسفورمر من هي المفروض دي 10 مش 100، المفروض دي لا 20 من 20 الترنز ريشيو بتاعتها من 20 الى 1 علشان يبدا يوزع على اللود. اللود دوت الزد بتاعته 10 على زاويه 30 بدي بالاو. تمام كده. وبيقول ان الاس ريتد بتاع باور سيستم دوت 10 كيلو فولت امبير. ابدا ان انا ابص على السيستم دوت.
تبص على السيستم دوت الترانسفورمرز بتاعتك قسمته لكام زون. اولا انا عندي الزون رقم واحد ديت اللي هي موجوده عند الجنريتور، تمام. وبعد كده عندي بعد كده في ترانسفورمر، فاكيد بقى عندي زون التانيه ديت عند ترانسميشن لاين، وبعد كده ترانسفورمر دوت بقى عندي زون تالته عند اللود. يبقى عباره عن تلاته زون. لازم لكل زون احسب الاس بيز والفي بيز والاي بيز والزد بيز، تمام كده. طيب فور زون رقم واحد، للزون رقم واحد ديت هحسب الاس بيز واحد اللي هي بكام؟ ب10 كيلو فولت امبير، الريتد بتاع الباور سيستم. طب هل هتختلف في زون رقم اتنين او زون رقم تلاته؟ لا، احنا اتفقنا ان الريتد باور او الريتد ابيرنت باور بتاع السيستم بتبقى ثابته، تمام كده، ما بتتحولش بالترنز ريشيو، فترانسفورمر مش هيأثر لك في الباور، تمام. يبقى الاس بيز واحد هتساوي الاس بيز اتنين هتساوي الاس بيز تلاته هتساوي 10 كيلو فولت امبير، تمام كده. بعد كده هحسب الفي بيز للزون رقم واحد. الفي بيز للزون رقم واحد انا بعمل جنريشن ل 480 فولت، يبقى اكيد دوت هو الفي ريتد او الريتد فولتج بتاعي، تمام كده. يبقى 400 الفي بيز واحد هختارها ان هي تبقى 480 فولت، تمام كده. بعد كده عايزه احسب الفي بيز للزون رقم اتنين، ولا اقول لك خلينا نحسب الاول كل القيم لكل زون وبعد كده ننتقل يعني للزون اللي بعدها. طيب عايز احسب التيار اي بيز واحد، اقسم الاس بيز اللي انا اخترتها على الفي بيز اللي انا اخترتها هيدي لك التيار. طيب عايز احسب الزد بيز واحد، اقسم الفولت بيز اللي انا اخترته على الاي بيز اللي انا حسبته هيديك قيمة الزد بيز في الزون رقم واحد. يبقى كده انا خلصت كل البارامترز بيز بتاعت الزون رقم واحد. اتنقل بقى للزون رقم اتنين، تمام. حسبت لها الاس بيز 2 اللي هي 10 كيلو فولت امبير الريتد بتاع الباور سيستم. بعد كده عايزه اجيب الفي بيز 2، اجيبها ازاي؟ انقل، مش دي كانت ال 480 فولت، ده الريتد بتاع زون رقم 1، انقله بالترنز ريشيو علشان اشوف الريتد بتاع زون رقم 2 هيبقى كام. كده 480 للسكندري، 480 في الترنز ريشيو اللي انا رايحه لها اللي هي 10 على الترنز ريشيو اللي انا جايه منها اللي هي 1 هيديك 4800 فولت، تمام كده. بعد كده احسب الاي بيز 2، اقسم الاس بيز 2 على الفي بيز 2 هيديك الاي بيز 2 بكام. بعد كده عايز تحسب الزد بيز 2، اقسم الفي بيز 2 اللي انت اخترته على الاي بيز 2 اللي انت حسبته هيديك الزد بيز 2 بكام، تمام كده. بعد كده هبدا اختار لزون رقم 3. زون رقم 3 احنا اخترنا الاس بيز 3 ب 10 كيلو فولت امبير. طب عايز اجيب في بيز 3، مش انا كان عندي في بيز 2 دي هي الريتد، انقلها برده بالترنز ريشيو علشان احولها لزون رقم 3 تبقى هي الفي بيز بتاعتها. طيب الفي بيز 3 انقل ال 4800 ديت الناحيه الثانيه، يبقى في الترنز ريشيو اللي انا رايحه لها اللي هي 10 على الترنز ريشيو اللي انا جايه منها اللي هي 20 تديك 240 فولت، تمام. عايزه احسب الاي بيز 3 هتبقى بتساوي الاس بيز 3 على الفي بيز 3، تمام كده. وتحسب الزد بيز 3 هتبقى بتساوي الفي بيز في الزون رقم 3 على التيار بتاع الزون رقم 3 بيز يعني، تمام. يبقى انا كده حسبت لكل زون الاس والفي والاي والزد بتاعت البيز، تمام. بعد كده تاني خطوة هبدأ ان انا احول السيستم دوت بتاعي للبريونت، اقسم بقى كل حاجة علشان احول لسيستم بريونت كده يبقى مفيهوش اي ترانسفورمر ولا اي ريفيرنج، تمام. اول حاجة في الزون رقم واحد ايه هي البارامترز اللي عندك؟ انا عندي فولتج بتاع سبلاي قيمته 480 فولت على زاويه زيرو. احنا طبعا الزوايا ما بيتعمل لهاش بريونت وما بتتنقلش بالترنز ريشيو، تمام كده. يبقى 480 فولت دوت ده فولت اقسمه على الفي بيز في الزون اللي هو موجود فيها. هو موجود في الزون رقم واحد والفي بيز بتاع الزون رقم واحد هي 480 فولت، اقسم 480 على 480 هيديك واحد، مش فولت بقى لا بريونت، تمام كده. هيديك واحد بريونت وده فولت بتاع ايه؟ السبلاي. بعد كده هل عندي بارامترز تانية في زون رقم واحد؟ لا ما عنديش لسه. اتنقل للزون رقم اتنين. الزون رقم اتنين فيها ايه؟ فيها امبيدنس قيمتها 20 زائد جي
60. تمام. طيب دي امبيدنس، يبقى اقسمها على الامبيدنس بيز بتاعه الزون اللي هو موجود فيها. هو موجود في زون رقم 2، اشوف الزد بيز في الزون رقم 2 بكام، اهو 2304، اقسم 20 على 2304 علشان احسب الريزيستنس امبريونيك. تمام كده. وبعد كده اقسم الرياكتنس اللي هو جي 60 دوت على برضو الزد بيز 2 علشان تديك الرياكتنس برضو بريونيت. هل عندي بارامترز ثانيه في الزون رقم 2؟ لا ما عنديش. خلاص يبقى اتنقل لزون رقم 3. زون رقم 3 فيها ايه؟ فيها امبيدنس بتاعه اللود اللي هي 10 على زاويه 30. ما يفكروش ان دي فولت، لا دي قيمتها اوم، دي يعني اليونت بتاعتها اوم، 10 على زاويه 30. يبقى اشوف الزد بيز في الزون رقم 3 دي بكام علشان اقسمها عليها. الزد بيز بتاع الزون رقم 3 قيمتها هي 5.76 من 100 اوم. اقسم 10 على زاويه 30 على 5.76 من 100، هيطلع لك 1.7 من 10 على زاويه 30. دي الزد بتاعه اللود بس قيمتها بالبريونت. تمام. خلاص يبقى انا كده حولت السيستم بتاعي كله للبريونت. ابص بقى للسيركت ديت واشوف هو طالب مني ايه. هو قال لي مثلا انا عايز الباور لوسز اللي حصلت على ترانسميشن لاين. هي ترانسميشن لاين فين؟ هي ترانسميشن لاين دي على، يبقى عايز الباور لوسز اللي حصل على الريزيستنس دي اللي هي نفسها الريزيستنس دي. تمام. يبقى لازم عشان اجيب الباور لوسز على الريزيستنس دي هي اي تربيع في ار. الار عندي، بس هل التيار موجود عندي؟ لا. يبقى لازم اروح احسب التيار. طب هو التيار في الكلوز سيركت دي عباره عن ايه؟ عباره عن الفولت على الامبيدنس توتال. طب هو الفولت بكام؟ بواحد بريونت، واحد على زاويه زيرو. الفولت بواحد على زاويه زيرو على الزد توتال بتاعه السيستم دي. طب الزد توتال هو عباره عن ايه؟ عباره عن قيمه الريزيستنس بتاعه ترانسميشن لاين زائد قيمه الرياكتنس بتاعه ترانسميشن لاين زائد قيمه الامبيدنس بتاعه اللود. تمام كده. هبدا ان انا احسب التيار بالبريونت. طلع عندي 56 من 100 على زاويه سالب 30.5. تمام كده. واليونت بتاعتها برضو بريونت لان انا لسه شغاله بريونت. اجيب الباور لوسز بقى على الترانسميشن لاين دوت، هو عباره عن ايه؟ اي تربيع التيار اللي انا حسبته دوت، اربعه اي تربيع في الريزيستنس كله بريونت. تمام كده. اهو قيمه التيار دي بريونت، يبقى اي تربيع. بعد كده قيمه الريزيستنس دي بريونت برضو. وبعد كده هحسب الباور بتاع الباور لوسز اللي حصلت على ترانسميشن لاين. يبقى هي دي الباور لوسز اللي حصلت على ترانسميشن لاين. بس هل هي دي القيمه اللي هو عاوزها؟ لا، دي مش القيمه اللي هو عاوزها، ده دي القيمه دي معمول لها بريونت. يبقى لازم احولها للاكتوال تاني. احولها للاكتوال ازاي؟ الباور دي موجوده فين؟ موجوده عند الترانسميشن لاين. هو الترانسميشن لاين موجود فين؟ موجود في زون رقم 2. اشوف هي الباور دي مش قيمتها، مش دي باور، يبقى لازم عشان اجيب الاكتوال فاليو بتاعتها اضربها في الباور بيز بتاعه الزون اللي هو موجود فيها. الزون اللي موجود فيها الباور بتاعتها ب 10 كيلو فولت امبير، اضرب القيمه دي في 10 كيلو فولت امبير علشان اجيب الباور اللي حصلت على ترانسميشن لاين بالوات. تمام كده. يبقى هيحصل يعني حصل على ترانسميشن لاين ديت لوسز قيمتها 27.8 وات. تمام كده. حد عنده اي مشكله؟ بعد كده بقى تقدر تحسب اي حاجه، تقدر تحسب اي حاجه. لو عايز التيار لو مثلا قلت لك انا عايزه التيار اللي بيمر في الترانسميشن لاين دوت، هتقول لي اه ما انا حسبت التيار اهوت اللي بيمر في الدايره دي، مش هو التيار الاي بريونت دوت اللي انا حسبته اللي هو ب 56 من 100 امبير بريونت، سوري 56 من 100 بريونت دوت هو نفسه اللي ماشي في الترانسميشن لاين. طب لو عايز اجيب الاكتوال فاليو بتاعته يبقى اضربه في التيار البيز بتاع المنطقه اللي انا عايزاها. هو ترانسميشن لاين التيار بتاعها موجود في، موجود في زون رقم 2، اشوف الاي بيز في زون رقم 2 بكام، اهي ب 2.83 من 1000 امبير، اضربها في الاي بريونت ديت عشان اجيب التيار اللي ماشي في الترانسميشن لاين. طب لو عايزه التيار اللي خارج من السبلاي، طيب اخد برضو البريونت فاليو بتاعه التيار دي بس اضربها في انهي تيار، اضربها في الاي بيز بتاعه المنطقه رقم 1. طب لو عايزه التيار اللي بيمر في اللود، لو عايزه التيار اللي بيمر في اللود يبقى اخد الاي بريونت دي برضو بس اضربها في الاي بيز بتاعه الزون رقم 3 علشان اجيب التيار اللي بيمر في اللود. يبقى لو عايز اي حاجه تقدر ان انت تشوف الحاجه دي موجوده فين وتضربها، تجيبها بريونت فاليو وبعد كده تضربها في نفس الحاجه اللي موجوده بس البيز بتاعتها في الزون اللي انت عايزها، هتقدر ان انت تحسبها اكتوال فاليو. تمام كده. بعد كده هنتنقل لحاجه تانية اسمها الترانسفورمر تاب تشينجر. ايه هو الترانسفورمر تاب تشينجر دوت؟
والترانسفورمر تمبر شينجر دوت انا بحطه على انهي فولتج سايد للترانسفورمر؟ طيب الترانسفورمر تمبر شينجر دوت بيقول لك لو انا عندي الفولت على اللود مثلا بدا ان هو مش احنا اتفقنا ان اكيد مثلا لو الترانسفورمر اللي عندك 120 ل 400 فولت اكيد مش ال 400 فولت كلهم هيوصلوا للود واكيد هيحصل فولتج دروب في النص نتيجه الانترنال امبيدنس بتاعه الترانسفورمر. طيب لو انا عايزه هو عادي ان اللود بتاعك ياخد فولت اقل من الفولت اللي هو محتاجه؟ لا، هو ما ينفعش الفولت بتاع اللود يقل عن الفولت اللي اللود محتاجه. المفروض هو عايز 400 فولت، المفروض يوصل له 400 فولت. طيب ابدا ان انا اغير له واقول له يعني ادي له 400 فولت دول ازاي؟ قال لك بحاجه اسمها تاب تشينجر. تمام كده، حاجه اسمها تاب تشينجر. خلينا نبص كده للترنز ريشيو بتاعه الترانسفورمر. الترنز ريشيو بتاع الترانسفورمر بتقول لك ان في 2 على في 1 هتساوي ان 2 على ان 1. طيب يبقى لو عايز اجيب قيمه ال في 2 هتساوي ال في 1 في ال ان 2 على ان 1. تمام كده. طيب لو انا قلت لك ان الفولت اللي هو في 1 اللي جاي من السبلاي دوت كونستانت، والترنز بتاعه السكندري اللي هي ان 2 كونستانت برضو، هتقول لي ان الفي 2 بتتغير مع ايه؟ بتتغير مع تغير الترنز او اللفات بتاعه البرايمري وايندنج، صح كده؟ يعني لو انا زودت الترنز بتاعه البرايمري وايندنج هيبدا الفي 2 دوت ان هو يقل، لان التناسب ما بينهم تناسب عكسي. تمام، هيبدا الفي 2 دوت ان هو يقل. انما لو زودت الان 1 او قللت الان 1 هيبدا الفي 2 دوت ان هو يزيد. فعلشان كده بيعملوا حاجه اسمها تابز كده. التابز دي تقدر ان هي تحول لك او تدي لك ترنز اكبر او ترنز اقل للترانسفورمر دوت علشان تبدا ان انت تغير في الفي 2 اللي هو الفولت بتاع اللود بتاعك. يعني مثلا لو انا حطيت التابز دي، لو حطيت يعني الطرف المتغير يعني ده الكومن، ده الكومن اللي هو بتاع الهاي فولتج سايد، وبعد كده الطرف الثاني لو انا حطيته على واحد يبقى معنى كده ان انا واخده كل الترنز بتاعه الترانسفورمر اللي هي ان 1 هيديني فولت في 2 بقيمه. لو انا حطيته على 2 يبقى معنى كده ان انا قللت الترنز بتاعه الان 1 يبقى معنى كده ان الفي 2 ده هيقل. طيب سوري هيزيد. لو انا قللت تاني الترنز بتاعه الان 1 وحطيته عند السلايد رقم 3 دوت، يعني قللت الان 1 تاني، يبقى معنى كده ان الفي 2 هيزيد بقيمه اكبر. هل التابز ديت بيبقى ليها ليميتس؟ يعني مثلا تبدا ان هي تزود لك وتقلل لك الفولت بوزيتيف ونيجاتيف 5%. تمام كده، يعني ممكن بقى يحطوها مثلا التابس دي ان هي يعني تديك النورمال وتديك نيجاتيف 2.5 وتديك نيجاتيف 5 وتديك بوزيتيف 2.5 وتديك بوزيتيف 5. ممكن في سلايدات تانية مثلا اتحولت لاكبر يبقى سالب 2.25 مثلا وتديك سالب 2.5 وهكذا يعني. تمام. طيب خلينا ناخد اكزامبل علشان نشوف التاب تشينجر دوت اقدر ان انا اختاره ازاي. تمام، خلينا بس نقول الاول التاب تشينجر دوت بيتحط على انهي سايد من السايد بتاع الترانسفورم. اولا التابز دي بتتحط على الهاي فولتج سايد. ليه بحطها على الهاي فولتج سايد؟ لان احنا اتفقنا ان الترانسفورمر دوت وانا بلفه بلف ملفات اللو فولتج سايد الاول، وبعد كده ببدا ان انا الف ملفات الهاي فولتج سايد. ليه بلف ملفات اللو فولتج سايد الاول؟ علشان اللو فولتج سايد هو الفولت بتاعه قليل فما يقدرش ان هو ودوت بيبقى ملامس للكور. تمام، والكور احنا اتفقنا ان هو بيتصنع من ستيل لامينيشنز كده وما بينهم ماده عازله. تمام، فاللو فولتج سايد الفولت بتاعها قليل فما يقدرش ان هو يكسر العزل بتاع اللي موجود ما بين السلايدات بتاعه الكور الحديد. لكن لو انا كنت لفه ملفات الهاي فولتج سايد دوت يبقى الهاي فولتج ملامس للايزوليشن اللي موجود ما بين السلايدات بتاعه الكور، فممكن ان هو يكسر العزل دوت. تمام كده، فانا بلف ملفات اللو فولتج الاول وبعد كده ببدا ان انا الف ملفات الهاي فولتج الاول بعد كده. تمام، فملفات الهاي فولتج هي اللي بتبقى ظاهره واكتر، فمن السهل ان انا اعمل عليها التاب تشينجر دوت. وكمان احنا اتفقنا ان ملفات الهاي فولتج سايد ديت اكيد هي مدام هاي فولتج يبقى التيار اللي بيمر فيها اقل من ملفات اللو فولتج. مش احنا بنزود الفولت بس بنقلل التيار، فمعنى كده ان انا وانا بحول التابز ديت لو انا بغير في التابز ديت من بوينت 1 2 3 4 وهكذا، يبقى معنى كده ان التيار بتاع الهاي فولتج سايد دوت هيبقى قليل، فمش هيعمل لي سبارك كبيره. يعني
احتاج ان انا اطفيها، تمام كده. وبرده الملف لما انا بعمل التاب على الهاي فولتج سايد بيديني فولتج ريجوليشن احسن، تمام كده. والكونتاكت برده، الكونتاكت بتاع التاب تشينجر برده بتبقى اقل، لان احنا اتفقنا ان التيار بتاع ملفات الهاي فولتج سايد بتبقى قليله. طيب المثال بيقول لك ايه؟ بيقول لك ترانسفورمر الفولت بتاعه 13 كيلو و800 فولت على 4160 فولت has 5 tabs on the primary winding. حاطط على البرايمري اللي هو الهاي فولتج دوت تابس تزود لك وتقلل لك الفولت، نيجاتيف 5%، نيجاتيف 2.5 نورمال، وبعد كده بوزيتيف 2.5، وبعد كده بوزيتيف 5%، تمام كده. if the secondary، لو السكندري فولتج ريديوسد تو 4050 فولت، لو الفولت المفروض ان الفولت اللي يروح لللود او الفولت اللي يروح على السكندري 4160 فولت، لا حصل حاجه ان الفولت دوت اللي وصل لللود 4050 فولت بس، وبيقول لك دلوقتي اختار لي احط التاب بتاعتي او احط السلايدر دوت على انهي تابز علشان ارجع الفولت على اللود يبقى 4160 فولت اللي هو النورمال دوت. لو السبلاي بتاعي دوت الفولت بتاع السبلاي ده كونستنت ومش هغيره، لان ممكن حد يجي يقول لي طب ما تغيري الفولت بتاع السبلاي، يعني زودي الفولت بتاع السبلاي فبالتالي الفولت بتاع اللود هيبدا ان هو يزيد، لا هو السبلاي هنا هيبقى كونستانت، انا هغير في التابز اللي هي الترنز ريشيو بتاعه الان واحد، تمام كده. طب اعرف الاول هو حصل قد ايه فولتج دروب من 4050 من 4160 ل 4050، يعني الفولت قل بقيمه قد ايه، اطرح النورمال ناقص القيمه اللي قالها الفولت بتاع اللود هيديك 110 فولت. طيب ال 110 فولت دول كام في الميه من الفولت اللي وصل للسكندري او وصل لللود؟ يبقى ال 110 فولت ديت تقسمها على 4050 هتديك 2.7%. هل انت عندك تابز 2.7 ان انت تبدا ان انت تقلل الترنز ريشيو 2.7؟ لا ما عندكش، انت عندك يا اما 2 سالب 2.5 نيجاتيف 5 بوزيتيف 2.5 بوزيتيف 5، اختار اقرب حاجه. يعني المفروض ان انا ابدا ازود الفولت بتاع السكندري ب 2.7%، تمام كده. يبقى لازم علشان ازود الفولت دوت يبقى لازم اقلل الترنز ريشيو اللي هي ال ان واحد ببرده سالب 2.7%. انا ما عنديش سالب 2.7%، اختار اقرب حاجه اللي هي سالب 2.5%. يبقى انا اقول له بقى خلاص ده نيرست تاب، التابز اللي انت المفروض تحط عليها السلايدر بتاعك هو سالب 2.5% عشان تقلل ال ان واحد، يعني سالب 2.5% يعني تقللها، وبعد كده هيبدا ان هو يزود لك الفولت 2.5% برضو عند اللود، تمام كده. دي كده كان الجزء بتاع التاب تشينجر. ان شاء الله يكون سهل عليكم. المرة الجاية ان شاء الله هنكمل الجزء بتاع ترانسفورمر، بس هناخد حاجة جديدة اللي هي الاوتو ترانسفورمر. تمام، شكرا.